وللحديث أكثر عن الحراك الشعبي واستمرار التظاهرات الرافضة للعملية السياسية واستهداف المعتصمين والمتظاهرين على يد القوات الحكومية والميليشيات التابعة للأحزاب لفرض ترشيح عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين السيدة بشرى عبد الواحد. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم أخي الكريم، وشكرا لقناتكم لهذه التغطية القيمة. أهلا بكم. وزعتم في اللجنة المنظمة لثورة تشرين المواد الغذائية على العوائل قرب ساحة التحرير، ما الرسالة التي أرادت اللجنة المنظمة للتظاهرات إيصالها من خلال هذه المبادرة؟ نعم، في الحقيقة وبما أن شعبنا الآن يمر في محنة كبيرة مع تضامنا مع العالم في درء خطر 19 كورونا، حقيقة العوائل المتعففة وبعض العوائل التي احتجرت أو احتجزت في داخل بيوتها بحاجة إلى أن يرعاها أي من الدولة من المجتمع. فحقيقة نحن لا نرى أن الدولة أي مدى تمد للناس المحتاجة، ولكنه أن الحكومة ولكنه يمها هذا موضوع الشعب، ملتهين بتنصيب فلان وعلان وتاركين الشعب في مأساته. حقيقة انقطعت حتى الطرق ما بين المدن الداخلية، يعني أقصد بين المحافظات وبغداد، والآن بدأ ارتفاع الأسعار، الطماطة وصلت إلى 2000 تقريبا اليوم حسب ما فهمنا. فهذه توزيع المواد الغذائية هي رسالة أو هي شوكة في عين كل من يدعي أنه هو مسؤول عن زمام أمور البلد والشعب، من مرجعيته إلى سياسيه إلى منظماته إلى كل من يدعي أنه هو قلب على الشعب وقلب على البلد. فكلهم هؤلاء ناس لا يعني يهتمون لوضع الشعب ولا يهتمون لوضع البلد، بعكس بينما هم يدارون مصالحهم الخاصة، والدليل أنهم من شغلين في تنصيب وفي توزيع الكراسي وتوزيع فعكة العراق بما بينهم ومدارات بعضهم. نعم، أكدتم في اللجنة أن الحراك باق ولن يتوقف، إلى أي مدى تجدون الدعم من الثوار على الرغم من الانتهاكات المستمرة تجاهكم على يد القوات الحكومية والميليشيات، وعن الحالة العامة الموجودة الآن في العراق وفي العالم بصفة عامة نتيجة انتشار وباء كورونا؟ نعم، للأسف عانينا ما عانينا منذ اليوم الأول لخروجنا إلى الآن من الميليشيات ومن القوات العسكرية ومن المندسين ومن الإيرانيين. حقيقة هناك قوات إيرانية أيضا كانت مع الميليشيا ومع الحكومة، وهي التي كانت تتسبب بقتل أولادنا وباغتيالهم وبضربنا بمسيلات الدموع. فحقيقة كان يعني هو الوضع مؤلم جدا، بحيث انه وبنفس الوقت عندما جاءت كورونا كان هناك امل لهم انه تتبلش ثورتنا او تنتهي او تموت، لكن بالحقيقة احنا بالعكس ما راح نموت ولا راح نتبلش ولا راح نقعد في بيوتنا وراح نسكت لو حتى يجيبون معرف منه، ربما حتى اذا امريكا جابت الزرفي او غير الزرفي او اي معرف منه من عصاباتهم. نعم. احنا اكيد ما راح نسكت، احنا نريد وطن، يعني ثورتنا باقيه مشتعله لانه احنا نريد وطننا يرجع لنا، لانه حتى امريكا من اللي جابتهم هم نفسهم، جابتهم نفس هذول نفس السراق، فاي اي كان يجيبه احنا ثورتنا باقيه ومستمره لو تبقى عمر يعني سنين. ذكرتم الزرفي سيده بشرى، وأنت تعلمين أن تحالف الفتح ما زال رافضا لتكليف عدنان الزرفي بمنصب رئاسة الوزراء، هذا الخلاف بين الأحزاب كيف تصنفوه أنتم كثوار؟ كيف ترون هذا الصراع المستميت من قبل شركاء العملية السياسية على هذا المنصب؟ أستاذي، أولا نحن معهم فيما بينهم، عساهم نارهم تأكل حطبهم على ما يقول أهلنا. نحن لا يهمنا، هم يتعاركون على كعكة، يتعاركون على مناصب، يتعاركون على امتيازات ورواتب وعلى قتل الآخر وعلى امتصاص الدم الفقير، أخذ لقمة طفلنا من فمه. فحقيقة هؤلاء لا يهمنا صراعهم، هم صراعهم على كعكة العراق. فنحن نفسر هذا الشيء أنهم أولا ما بيخدمون العراق، صار 17 سنة يعني أبسط شيء مستشفيات ماكو، أبسط شيء تطور البلد مليان جوامع وما دي مستشفى بيا خير، الجوامع فارغة لا تصلى
لا يصلى بها، والمستشفيات ولا مستشفى مرتبه تستقبل مرضى، يعني تصور طبيب يقول انا ما اقدر اكثر من 1000 مريض، ما اقدر، مستحيل استقبل. نعم. بينما اشوف بالعالم الاف وملايين وصلت الاصابات والمرضى والناس اللي تموت، الاف وصلت، واحنا اصابه بسيطه ما يقدرون يعني، ولو الحمد لله والشكر احنا الان تقريبا اطبائنا والله ابطال، يعني احنا كلش نشكرهم هم وكل من واقف معاهم من قوات وخليه الازمه وكل اللي موجودين معاهم، احنا كلش نشكرهم كمتظاهرين باسم اللجنه المنظمه وايضا كناس مواطنين. حقيقه هؤلاء هم بس اللي قلبهم على الوطن وعلى المواطن، والا الحكومه ما لهم علاقه بالكذب، ما واحد من المسؤولين طلع وطيب خاطر على قولت اهلنا يقول طيب خاطر بكلمه، على الاقل طيب خاطر هالمجتمع هذا هالشعب التعبان اللي انتم اكلتوا قوته، اللي انتم وصلتوا الى ارض الغربيه، مع احترامي لكم والشعب. لماذا برايك كلما اقترب التصويت على زرفي يزداد قمع القوات الحكوميه والميليشيات تجاه الثوار؟ ليس فقط الزرفي، اي واحد يجي هو من اجى علاوي من اللي اجى قبله كلهم هذول يضيفون يعني يزيدون الضغط على الميليشيا على الثوار حتى يعني يفشلون ثورتنا، بس هم ما يقدرون يفشلوها، احنا اصلا رعب، احنا اقوى من كورونا بوجههم، كورونا اجت حتى هي رغم ضآلتها لكن هي جاءت حتى يعني شلون تبين لهم سوءهم، هم سوءهم اللي داخلهم ومرض قلوبهم ان هم لا يهتمون بهذا الشعب، ان هم مرض على هذا الشعب، صار 17 سنه هم مرض على قلب هذا الشعب، لذلك يحاولون ان يطمعون ثورتنا، يحاولون ان يقتلون الورود، ورودنا اللي هي يعني في بستان الثوره، ورودنا هذول اولادنا هم شبابنا، هم هذول اللي يقتلوهم حتى لا يشكل لهم خطر، لان الثوره تشكل كلش خطر قوي على هؤلاء، لان الراي العام العالمي اصبح على ذكرك لهذا الاثر. في الحقيقه هناك سؤال عن مدى الأثر الذي تركه الحراك الشعبي الكبير في الشارع العراقي، حتى أصبح شركاء العملية السياسية يحسبون لهذا الحراك حسابا في اتخاذهم لأي خطوات سياسية. نعم بالتأكيد، والدليل هو عدنان الزرفي عندما يقول أنه أنا ألبي طلبات الثوار وعين الشباب وأهتم بالمجتمع البلد، هو طبعا بالتأكيد هم لما يجون يردون أنه يرضون الشعب، يرضون حتى الإنسان يقتنع بهم، وذاك الوقت مثل ما أجوا من قبل هم نفسهم اللي أجوا يقنعوا الشعب أنه راح يخدمون وراح يفيدهم وراح يسوون لهم كل ما يريدوا، راح يخلوهم في نعيم في بلد يمكن حتى أفضل من إيطاليا ومن فرنسا ومن غيره، كان يتصور المواطن هيك راح يكون، لكنه بالحقيقه هم يلعبون على اعصاب المواطن، يكذبون عليه ويردون حتى يستقون قوته حتى بس يتسيدون على المناصب ويضربون المواطن وما لهم علاقه به. الحقيقه هذه ثورتنا بهالشكل هذا اثرت فيهم هم قبل المجتمع، والمجتمع الناس كلها الان بالذات اكثر شيء حس المواطن انه الحكومه ايش قد سيئه، هذه العصابه عصابه الخضراء واللي هي اذرعها تحركها الخيوط خارج حدود العراق، هم دمى بايدي الخارج. هؤلاء يعني اكتشفوا المجتمع او الشعب اكتشف انه هؤلاء ناس سيئين وما يحبوهم، لو حبوهم كان سووا لهم مستشفى افضل شيء، كان طلعوا اعطوهم منحه وخفضوا عنهم ايجارات، طلعوا اي شيء يعني على الاقل يعني المرجعيه الدينيه مثلا يودون للانبار، ليش ما تعطون للبقيه تستفون بغداد وبعدين تودون للانبار؟ والانبار يقولون احنا ليش نخاف ناخذ من المرجعيه، لانه مع احترامي يعني ما اريد افرق، لكنه هذا الوارد يعني المفروض انه مو المرجعيه تروح تودي لغير مكان وتعوف ابنائها، ابسط شيء ابناء النجف لسه تعبانين، شبعي النجف، شبعي بغداد، شبعي وبالسرعه امشي من البصره الى الشمال، مو صحيح له لا، هي المنطق هيك يقول، صح له لا. نعم، شكرا لك يا عضو اللجنة المنظمة للتظاهرات ثورة تشرين سيدة بشرى عبد الواحد، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.